غابات غورغو ترحب بكم. منظر رائع، منظر رائع وجميل، البحر ربحة نظائر هاد الساعة. زي غابة إقليم تابع لإقليم نظور، سلسلة جبال الريف، رائع رائع. نعم أبشيش الكاري تبغى تزريد شيء أخش تولي قشت وري ذاك قشم شاني واي مرقيشة دير وصل بحق قشم السنية ديال تفول مان ياك السنية ايوا وقش السنية ارضي هانش رابع المترو يا ابني ياك مين قيل مشوف لي مغربي خوي باش هادي مرقي كويل ديري السلام يخص السنية ابرش ادي لها حبيبي ها قد خرجت تفوفي تقش كيك هو باش هادي لها غاوير يخص السنية صرف لي هنا كان غنهار فيروس نغابث ايش نغابة رائعة تابعي غورغو القوم مناظر خلابة رائعة منظر جميل جدا عندي ثم نظام شتها الساعة يجي المنظر رائع جدا دات الناس يعني صراحة نجم الراحة جليت مئة منظم قران في المنطقة هي صراحة نتا يعني غنغدا هذه المنطقة النظا يعني مناظر رائعة جدا لا تتخيل ولا تتصورها إذورار ربحة أقامج مدراقي وتنظم رائع
قيم تاكينا غيث مثنا سويث مثنا باش تستمتع أكروع المناظر الطبيعية غانا هذا الإقليم النظار سالجبال الناس الشاهقة يعني مناظر طبيعية تسبحاني نطس صراحة الإقليم النظار ذا الريف ذايس يعني كنوز وكنوز ذايس مناظر طبيعية تسبحاني نسوطس قيمت كينا غيث مثلا متتبعي قناة مراد بلوك 77 دعم من القناة باش هذوم دياس جديد. منظر بانورامي زي قراء النظار ثاني النظار دهات يعني تيسيس دي النيوانة صربحة يعني جل منظر بانورامي رائع صراحة واحد المنظر جد جد رائع من جبل هنا جبال مدينة النظر يعني كيبانوا مناظر رائعة جدا تبانت يعني يجي المنظر بانورامي الصبح سوطس الجبال الطبيعة البحورات صراحة يعني مناظر جد رائعة صراحةً.